راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياكم الله وبياكم. اليوم إن شاء الله نكمل دروس اللغة العربية للناطقين بغيرها. إن شاء الله قمتم بحل التمارين التي ذكرنا لكم سابقا. ماذا عنكم يا شباب؟ هل وجدتم أي صعوبة؟ لا، لم يكن هناك أي صعوبة. كان التمرين إذا تتذكرون عن الأربعة الأحرف التي درسناها، وكان مطلوب منكم أن تقلدوا رسم الحرف. How to write a letter. How to write a letter. At the beginning, the middle, the end. في البداية وفي المنتصف وفي النهاية. جميل جدا. أنا نظرت إلى كتاباتكم، إجاباتكم صحيحة. كان بعضكم لديه مشكلة في أنه لا زال يكتب من اليسار لليمين. Some of you write from the left to the right. This is not good. هذه ما لاحظته على واجباتكم التي قمت بتصحيحها. عليكم أن تركزوا كتابة الحرف من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار. من يحتاج منكم أن يعني يزيد من ذلك التمارين، يوجد كثير من التمارين في كتب الخط. لابد أن يكون لديكم كتاب الخط. يعني you need to practice writing as well as speaking, listening. طيب، مع زميل آخر الأحرف لابد أن يوميا تراجع الأحرف، تراجع الأحرف كتابة ونطقا. So you always remember these letters, writing them and then pronouncing them. Okay. طيب، اليوم سوف ننتقل كما سيظهر لنا بعد قليل على الشاشة الدرس 11، والآن تعتبرون طلاب في مستوى جيد. فمهم جدا ننتقل من دراسة الحرف والصوت، واحد صوت فقط، إلى نطق صوتين، ثم إلى نطق ثلاثة أصوات أو كلمة. إذن هذا هو تركيزنا إن شاء الله في الدرس 11. انظروا يعني إلى هذه الشاشة، وستجدون الكلمة مكونة لكم في اليمين، وأنا لعلكم يجد بعضكم يجد صعوبة. It is difficult to read a word at this level. But إن شاء الله by the end of this lesson you will produce one word. طيب، انظروا الآن مع بعضنا البعض. ما هو الصوت الأول يا سامي؟ الصوت الأول في الكلمة الأولى التي في الدائرة، سوف أضع حولها دائرة بالأحمر. So what is this sound? كاف. Okay. So it is كاف. هو يقول كاف. كاف. هل تظنون أنها كاف؟ ماذا تقول يا عامر؟ كا. أحسنت. هي فتحة وليس، لا نريد، we don't need the name, we need the sound. So the sound is كا. الصوت هو كا وليس كاف. طيب، ما رأيك يا محمد أن تعطيني هذا الصوت الذي يلي حرف الكاف؟ تاء. أحسنت، تاء. إذن هو حرف التاء وينطق تاء. جميل جدا. لا مشكلة عندما يكون الحرف الصوت بنفس النطق. We focus on producing, not writing only. طيب، انظروا إلى الصوت الثالث يا سامي. ما هو الصوت الثالث هنا؟ ما هو هذا الصوت الذي عليه دائرة الآن؟ با. با بالفتحة. با. إذن يوجد كاء وتاء مفتوحة وباء مفتوحة. طيب، انظروا إلى الكلمة الأولى هنا. هل يوجد فتحة ضمة كسرة أم فتحة فقط؟ فتحة. طيب، لعلنا مع بعضنا البعض ننطق هذا الصوت. ما هو الصوت الأول؟ ك. والصوت الثاني؟ تا. تا. قولوا معي ك تا. ك تا. ك تا. ك تا. ك تا. ك تا.
انتبه بعضكم يخرج لسانه like this. كاتا نضع كاتا. قولوا معي say with the so repeat with me. كاتا كاتا. جميل. كاتا كاتا. طيب حرف الباء مفتوح كاتا با كاتا با. قولوا معي repeat. كاتا با كاتا با كاتا با كاتا با. If you make it faster, it will become a word. كتب. قولوا معي كتب. كتب. So it is the same like كتب, but you say it faster. كتب. 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 قولوا معي كتب. كتب. طيب جميل جدا. نقوم بنفس التمرين على الكلمة التي في السطر الثاني. ما هو الصوت الأول مرة أخرى يا سامي؟ دا. دا. لا نقول حرف الدال. لا صوت دا. sound دا فتحة. ما هو الصوت الثاني يا عامر؟ فا 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 فا. ممكن أن تكون فا طويلة long one short one. فا فا. طيب وما هو الصوت الثالث يا محمد؟ نا نا فتحة نا. طيب الآن عندما نريد أن ننطق كلمة نجعل الصوت أقصر we make it shorter. طيب فنقول مع بعضنا هل يوجد فتحة ضمة كسرة أم فتحة كلها؟ فتحة. لا يوجد إلا فتحة. فتحة يعني فتحة يعني هذا السطر وفوق الحرف هذه الإشارة. So this simple is called فتحة. هذا الشكل يقال عنه فتحة. إذن يوجد لدينا فتحة هنا فتحة هنا وفتحة هنا. There is only فتحة. So the sound is only a a a. Okay, we have long one, short one. We will do, we will do, we will produce the short one. So, دفنا. قولوا معي, repeat. دفنا. دفنا. We say دفنا. دفنا. Okay, together. دفنا. 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 طيب, جميل جدا. لا تقلق عن معنى هذه الكلمة. لابد أن تعود إلى الكتاب وتنظر إلى الصورة المناسبة للكلمة. هل ذلك واضح؟ You need to go to the book and see the word and its meaning by looking to the right picture. طيب؟ لا يوجد لدينا في الشريحة هذا الشيء لكن الكتاب يوضح لكم إن شاء الله. طيب الآن ماذا نريد؟ سوف نقوم بتدريب مماثل لما قمنا به قبل قليل. سوف ننطق كل كلمة أو كل صوت ومن ثم صوتين ومن ثم ثلاثة أصوات حتى نكون كلمة من ثلاثة أصوات. ويكون لدينا بعض الأحيان كلمة من أربعة أصوات أيضا. سوف ننظر إلى هذا التمرين ونقوم بحله أو ممارسته مع بعض. التمرين يقول استمع وردد. هيا نركب الحروف لنكون كلمة مفيدة. طيب so the exercise is listen and repeat. Listen and repeat. We will do it together, inshallah. أول كلمة لدينا أو أول صوت لدينا هنا ما هو يا سامي؟ كا. كا فتحة. طيب قلنا هذه الكلمة فلذلك سنعيدها بشكل سريع وننطق هذه الكلمة في الأخير. من يستطيع نطق هذه الكلمة منكم يا عامر؟ هل تستطيع نطق الكلمة؟ تفضل. كتب. أحسنت. كتب. لا نقول كتب. لا. Don't say it like this. Don't say it like this. كتب. هذه الآن ستكون shorter. ستكون أقصر. كتب. مثل ما قال عامر. طيب. ننتقل إلى الحرف الذي يلي يا محمد. ما هو الحرف الذي علي الآن أشير إليه بالأحمر؟ What is this? What is this sound? رو. رو. انظر جميل جدا شكرا لك يا محمد. لماذا قلت رو ليس ري؟ محمد لماذا قلت رو؟ انظر هنا على الدائرة هذه ضمة. أحسنت. هذه نقول عنها ضمة وقلنا ذلك كثيرا. طيب ما هو الحرف الثاني يا سامي في هذه الكلمة؟ زي. جميل جدا. لماذا قلت زي ولم تقل زاء؟ كسرة. انظر الكسرة تأتي تحت. It is under the letter. We call كسرة
under the letter like this. Dhamma above, on the top of the letter. Okay? طيب. وأخيرا نريد أن ننطق ثلاثة أحرف. روزي. روزي. قولوا معي. روزي. 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 طيب. نضيف الحرف الثالث. قا. ما هو الحرف الثالث يا محمد؟ هنا؟ قا. قا. هل هو فتحة أم ضمة أم كسرة؟ فتحة. فتحة. طيب. نقول مع بعضنا البعض. روزي قا. روزي قا. طيب. نقولها بشكل صحيح مثل ما ينطقها المتحدث العربي. رزق. رزق. لماذا قلنا ذلك؟ We make it shorter. ما هو الفرق؟ What is the difference? We make it shorter. رزق. رزق. ركز على التشكيل. ضمة. كسرة. فتحة. Focus on the sound with the vowelization. ضمة. كسرة. فتحة. رزق. قولوا معي. رزق. 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 طيب ننتقل إلى الصوت الذي يلي أو السطر الذي يلي. ما هو هذا الحرف؟ سامي تفضل. سا. سا. طيب والصوت الثاني يا عامر؟ مي. أحسنتم. لا الآن نحن نعرف فتحة كسرة. هذه فتحة وهذه كسرة. سا مي. سا مي. طيب وما هو الصوت الثالث يا محمد؟ آه. عا. عا. هذا الصوت صعب عليكم لكن مع الوقت سوف non-native speaker of Arabic they find difficult saying or producing this sound. عا. It is difficult. More practice. سا مي عا. قولوا معي. سامي عا. سامي عا. سامعة. سامعة. طيب نقوله بشكل أسرع. We say it faster. سامعة. 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 كأنها like rising, falling intonation in English. سامعة. Rising, falling, rising intonation now. طيب. سامعة. سامعة. قولوا معي. Repeat. سامعة. سامعة. طيب جميل جدا. الآن نحن ننتقل بكم ولا يعني نريد أن نطيل في هذا التمرين بهذا الشكل. فما رأيكم الآن نأخذ كلمة كاملة لكل طالب منكم. انظر إلى هذه الكلمة الأخيرة يا أو هذا السطر الأخير لدينا في اليمين يا سامي. طيب سامي ما هو بداية الصوت؟ يا. يا. والكلمة الصوت الذي يليه؟ أحسنت. لماذا قلت إن؟ ماذا تعني هذه الدائرة؟ سكون. سكون. So we say إن. We say that like this because there is no فتحة, no كسرة, no ضمة. It is called سكون. ين. وما هو الصوت الثالث يا سامي؟ زي. زي. أحسنت. زي كسرة. والأخير؟ لو. حرف اللام مضموما لو. يلا ننطق الكلمة مع بعضنا البعض. قولوا معي. ينزلوا. 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 نقولها مع بعض بشكل faster faster. ينزلوا. 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 It is like stop. ينزلوا. 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 طيب جميل جدا. ننتقل إلى عامر وننظر في هذا السطر كاملا. ما هو الصوت الأول لدينا يا عامر؟ جاء. أحسنت. جاء. وما هو الصوت الثاني؟ لا. هل يوجد فرق في التشكيل أو هي فتحة فقط؟ فتحة. هنا فتحة وهنا فتحة. أحسنت. عينك دائما على الفتحات. Your eyes should go to the vowelization. فتحة كسرة ضمة. أوكي؟ طيب وما هو الصوت الثالث لدينا يا عامر؟ سا. سا. طيب لو قلناها مع بعضنا البعض نقول هذه الكلمة جلس. 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 Now it's not faster. We make it faster. So it is a word correct pronunciation. جلس. 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 طيب you need to practice saying the words then use them. طيب
ننتقل إلى الكلمة التي تليها يا محمد. ما هو الصوت الأول؟ حو. أحسنت محمد، قال حو لأن هذه ضمة. وماذا عن الميم؟ ها؟ مي. مي مي، أحسنت. لا ننطقها ميم، مي، أحسنت. وما هو الصوت الثالث؟ لا. انظروا، لا هل هي بالفتحة؟ نعم، نعم. بالفتحة. إذن حو مي لا، قولوا معي حو مي لا. حو مي لا. نقولها faster. We say it faster. حملا. 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 طيب الآن وأنت تقرأ لابد أن تركز على التشكيل وعلى الصوت. إذن تختار الصوت ثم تنظر إلى الشكل. انطقها بشكل بطيء ثم أسرع. We say it slowly then faster. Say it slowly then faster. Don't try to say it faster then you come up with a new word. Okay؟ لا تقول الكلمة بشكل سريع من المرة الأولى ثم تنتقل وتنطق كلمة مختلفة تماما. طيب نرجع إلى سامي ونقول ما هو الصوت الأول هنا؟ لا. لا. والصوت الثاني؟ بي. بي. لا بي. طيب وما هو الصوت الثالث هنا؟ سا. طيب إذا لا بي لا بي ثم لا بي سا. قولوا معي لا بي سا. لا بي سا. لا بي سا. لا بي سا. طيب نقولها بشكل أسرع. لا بي سا. لا بي سا. لا بي سا. لا بي سا. انظروا كأنها يعني كأنها يعني كلمة كأنها فصلناها أجزاء ثم أعدناها إلى أن تكون كتلة واحدة في الصوت، كأنه صوت واحد. ننتقل أخيرا إلى هذا السطر، السطر الأخير. ما هي يا محمد أو الصوت الأول ما هو؟ يا. يا. وما هو الصوت الثاني؟ الراء. الراء. الراء كأنها يعني سكون، هو stop. السكون it is the same like stop. Okay. وما هو الصوت الثالث يا محمد؟ ك. ك. يرك. 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 طيب وماذا عن الصوت الأخير الرابع؟ بو. بو. أحسنت لأنها بضمة. إذن نقول ير ير كابو. Repeat. Say with me. قولوا معي ير كابو. ير كابو. ير كابو. ير كابو. طيب نقولها بشكل أسرع faster. يركب. 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 طيب مهم جدا يا إخوان استماع ثم نطق. The practice is by going to listening, then producing, pronouncing, saying the word, okay? When you have mistakes, no problems. Repeat it again and again and correct yourself. طيب؟ واضح؟ يوجد لدينا خطأ في النطق؟ لا بأس. هذا هو يعني حال اللغات ودراسة اللغات، لكن نعدل عندما يكون لدينا خطأ. طيب شكرا لكم. ننتقل من هذه الشريحة إلى شريحة أخرى. الآن التمرين هو تمرين عكسي، ولن نطيل في هذا التمرين، سوف نقوم بواحدة أو ثنتين ثم يعني ننظر ماذا سنفعل بعد ذلك إذا رأينا أنكم ليس لديكم مشكلة في التمرين. التمرين هو عكسي الآن. استمع وردد كلمة كاملة ثم نفصلها. So this exercise is the opposite. We start having one word, then we separate them sound by sound. Okay? هل هذا التمرين سيكون واضحا؟ إن شاء الله. انظروا إلى الكلمة الأولى يا سامي. الكلمة الأولى يا سامي بدأت بحرف دا أو بصوت دا. طيب هل تستطيع أن تنطق؟ خذ قليلا من الوقت ثم انطق للكلمة. دفن. دفن. جميل جدا يا سامي، لم تخطئ. لعلها لأن هذه الكلمة لا يوجد فيها تشكيل فتحة ضمة كسرة. Because it's only فتحة it's easy. It is a problem, it's difficult when we have فتحة كسرة ضمة. Okay؟ طيب عندما نفصل هذه الكلمات بهذا الشكل دافنا. واضح لكم يا شباب؟ إذن هذا هو التمرين. We need to take one word, we say it, then we separate them into sound, separate sounds. طيب عامر الصوت الثاني. ز ر آ. طيب جميل جدا. زا ر. عندما قلت العا كأنك ترددت قليلا. You
hesitate saying ع. أنا أعرف أنها صعبة لا بأس. طيب إذن كم لدينا صوت هنا يا عامر؟ ثلاث. أحسنت، ثلاثة أصوات زا را ع. It's three sounds, all of them with فتحة، كلهم بالفتحة، فلذلك لا يوجد مشكلة لدينا. ننتقل إلى محمد ولدينا هذا الصوت الثالث أو هذه الكلمة الثالثة. هل توجد كلها فتحة أم يوجد كسرة وضمة يا محمد قبل أن تنطق؟ هل يوجد كسرة ضمة فتحة في هذا الكلمة؟ كسرة. أحسنت، يوجد في المنتصف كسرة. إذن على الطالب أن يركز عندما يجد اختلاف في التشكيل. You need to focus when you have different فتحة ضمة كسرة. أوكي؟ طيب هل بإمكانك نطق هذه الكلمة يا محمد؟ رحمة. أحسنت، حاء. أنا أعرف أن حرف الحاء صعب جدا لكثير من الذين لا يجيدون اللغة العربية non-native speaker of Arabic find this sound difficult. حاء حاء. It is like when you have something hot you say ح. It is the same. Okay. رحيمة. كم صوت لدينا يا محمد؟ صوت تو. صوتان تو. صوتان لا يوجد. انظر، واحد اثنان ثلاثة. كم صوت لدينا؟ ثلاثة أصوات. إذن لابد أن نعرف أن نكتب هذه الأصوات. لا تنسى أن هذه الكلمات تعتمد على الرسم، يعني إذا مارست الكتابة قليلا ستجد صعوبة في القراءة، وإذا مارست القراءة قليلا ستجد صعوبة في الكتابة. So writing and reading they are يعني together. You need to do them together. كثير من التمرين في الاستماع يزيد النطق، كثير من التمرين في الكتابة يزيد القراءة، بهذا الشكل. طيب ننتقل إلى سامي والكلمة الرابعة لدينا في السطر الأول. كم يوجد لدينا حرف في الكلمة؟ ثلاثة. ثلاثة أحرف. هل يوجد اختلاف في التشكيل؟ فتحة ضمة كسرة يا سامي؟ فتحة كسرة. أين الكسرة في حرف؟ خي. أحسنت، خي. أيضا this sound is one of the difficult sounds in Arabic, but maybe for some non-native speaker of Arabic, because خاء is in English, it's not there, but it is in French, for example. طيب more practice. خاء خاء. طيب ننطق هذه الكلمة لو سمحت يا سامي. ساخيطة. أحسنت، سا كسرة خيطة. ساخيطة ساخيطة. نقولها slowly then we go say it faster. ساخيطة. طيب ننتقل إلى عامر والكلمة الثالثة مرت علينا قبل قليل. كم يوجد حرف لدينا؟ ثلاثة. طيب جميل في هذه الكلمة أن جميع الأحرف منفصلة، الراء والزاء والقاء، كأنها مكتوبة منفصلة. طيب هل تنطق هذه الكلمة لو سمحت يا عامر؟ رزقاء. أحسنت، جميل جدا. أنت لاحظت الضمة رو، بعدين بعد ذلك زي الكسرة ثم القاء. It is difficult when we have فتحة ضمة كسرة، but you need to pay attention to that. Okay. رزقاء. أحسنت. ننتقل إلى محمد والكلمة التي تليها. كتب. أحسنت، أيضا انظر بدأت بالضمة كتب. The same like saying رزق ضمة ثم كسرة ثم فتحة. طيب كتب. نرجع إلى سامي، ماذا عن الكلمة التي قبل قليل نطقناها، الكلمة التي قبل الأخير؟ كم يوجد لدينا حرف؟ أربعة. أربعة. طيب هل بإمكانك أن تنطق؟ حاول أن تمارس أو تحاول أن تنطقها، هي ليست صعبة. يركب. أحسنت، ير. هنا السكون لعله بعض الأحيان هو عبارة it is the same like stop. You stop. Okay. يركب. يركب. وأخيرا ننتهي بالكلمة الأخيرة مع عامر. عامر انظر إلى هذه الكلمة، تبدأ بحرف التاء، هل تستطيع أن تنطقها؟ تف راح. طيب تف راح. تف راح. جميل جدا.
شباب أنتم الآن حقيقة التمرين يقول listen and practice, listen and repeat, لكن أنتم أصبحتم الآن تستطيعون بأنفسكم أن تقرأوا. ستجدون كلمات صعبة لا بأس, لكن لا يمكن أن تكون جميع الكلمات صعبة. Sometimes we find words which are difficult, but it is not the norm. يعني we have sometimes words we can say them. If you don't know how to say them, go and Google it, say it, then repeat, repeat. The more you repeat practice, the more you learn how to say or produce words. طيب؟ Any question? طيب. انظر إلى التمرين هذا. انظر إلى التمرين هذا. أمامك مجموعة من الحروف تم تركيبها في كلمات مفيدة. قم بقراءة الحرف مجزأة ثم اقرأ الكلمات بعد تركيبها مع ملاحظة حركة كل حرف. طيب. هذا التمرين سنقوم بحل واحد أو اثنين, لكن أنا أريدكم أن تعرفوا أنه مثل ما فعلنا من قبل, مثل ما فعلنا من قبل. طيب, فلذلك سوف نمضي سريعا خلال هذا التمرين حتى نمارس مجموعة كلمات جديدة. طيب, ننظر إلى الكلمات الأولى ونبدأ من سامي. كم لدينا حرف أو صوت؟ ثلاثة. هل بإمكانك أن تنطق لنا كأصوات؟ نا ظ ر. أحسنت. نا ظ ر, والكلمة تصبح فاستا. We say it faster. نظرة. نظرة. It is the same like the previous exercise. Okay. طيب, ننتقل إلى عامر. الكلمة التي تليها كبرة. طيب, كبرة. ثم نقول كبرة. كبرة. كابورا فاستا. جزاك الله خير, أحسنت يا عامر. محمد, الكلمة التي تليها سقط. طيب, وننطق الكلمة فاستا. We say it faster. One word. سقط. أنت كأنك تسكن القاء. سقط. 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 Say it with me. سقط. سقط. أحسنت, أحسنت. طيب, ننتقل إلى الكلمة التي تليها يا سامي. هو دي يا. أحسنت, أحسنت يا سامي. هو دي يا. ثم ننطق الكلمة هو دي يا. الكلمة كأنك تنطق الأصوات مجزأة ثم تقول الأصوات دفعة واحدة فاستا. طيب, أحسنت. هو دي يا. طيب, ننتقل إلى التي تليها يا عامر. لا حي قا. طيب, لا حي قا. ثم we say it faster. لاحق. أحسنت. لاحق. لاحق. faster. لاحق. more practice. طيب, التي تليها يا محمد, لعل شيء قليلا من ال يعني فيها شيء من الصعوبة. يا أمر. أحسنت. يا أمر. هنا هذه تسمى همزة, والهمزة تنطق بهذا الشكل like the British one, like the British one. Okay, like when you say يأمرو. Say it together, all of us. We say it because it's a new word. نكررها مع بعضنا البعض. يأمرو. يأمرو. انظر إلى يأمرو. يأمرو. طيب, جميل جدا. ننتقل إلى التي تليها يا سامي. الكلمة في العمود الآخر. كم يوجد لدينا حرف أو أربعة. صوت أربعة. يوجد لدينا أربعة أحرف. حرف يا. الياء. وحرف ق. قاف أو ق. ثم حرف ب. ب. ثم حرف لو. لو. طبعا احنا نقول حرف, لكن ماذا ما ينتج من سامي هو الصوت. طيب, هل بإمكانك أن تنطق الكلمة؟ يقبلوا. أحسنتم. كأن as he stops on the ق sound. يقبلوا. السكون as السكون as you stop on the sound. يقبلوا. بلو. يقبلوا. طيب, التي تليها يا عامر, تفضل. بنفس النطق. يلعبوا. أحسنت عامر. It is the same like يقبلوا. كلمة بنفس التركيب, فتحة
سكون فتحة ضمة. يلعبوا يل stop on ال يلعبوا. طيب جميل جدا. محمد التي تليها يخرجوا. أحسنت، كأنك قلت خاء مديت الخاء قليلا وهي حقيقة نقف عليها يخرجوا. أحسنت يا محمد، أحسنت لا بأس، لكن لا تحاول أن هناك فرق بين السكون والفتحة. There is a big difference between سكون and فتحة. سكون as you stop, فتحة is a sound, long one, a bit longer than the سكون. طيب يخرجوا يخرجوا. طيب سامي ما الكلمة التي قبل الأخير؟ قطف. هذه من أسهل الكلمات، لماذا يا شباب؟ لأنها فتحة جميعها. It is easy because it's only one vowelization. It's only فتحة. قطف قطف قطف. صحيح أحسنت، قطف. طيب وآخر كلمة لدينا يا عامل لو سمحت، ما هي الأصوات التي لدينا؟ يصبروا. أحسنتم، هنا مشكلة بسيطة في أنه يوجد جميع أنواع التشكيل. الياء فتحة والصاد بالسكون ثم الباء بالكسرة ثم الضمة. يصبروا يصبروا. طيب هل من سؤال؟ هل كل شيء واضح؟ واضح واضح. طيب الآن ننتقل إلى هذا التمرين، ومثل ما فعلنا في الدروس الماضية، ماذا يطلب منكم من هذا التمرين؟ تمرين سهل جدا. هذه الكلمة مكتوبة مجزأة كأصوات، أنت عليك أن تكتبها بهذا الشكل. فنحن مثلا انظروا إلى هذه، لابد أن آتي وأكتب هنا ساء، ثم نكتب الحاء في منتصف الكلمة، ثم حرف الباء في نهاية الكلمة. طيب what is needed here? We have the three separate sounds or letters. You need to write them as one word. طيب you need to focus on how to write the letter at the beginning, the middle and the end. So it is important, go back to the previous lessons and come and do this exercise. You need to like ha here, it is in the middle. Ha like this at the end. Sometimes you have ha like this in the middle. So the only thing, you go back to the previous lessons, try to write these words. التمرين كتابة كلمات من هذه الأحرف. أين السر؟ هو أين تكتب الكلمة، في أول أو الصوت والحرف في أول الكلمة، في منتصف الكلمة، في نهاية الكلمة. So the only problem is that you know how, if you don't know how to write at the beginning, the middle, the end, you will have a problem. How to solve it? Go back to the exercises we did. واضح؟ واضح. طيب هذا التمرين ستذهبون إلى المنزل إن شاء الله وتقومون بحل هذا التمرين بأنفسكم. طيب؟ homework. نعم، ولدينا نفس التمرين بنفس الطريقة، ستكتبون هذه الكلمات. تمام؟ يعني عليكم أن تقوموا بكتابة هذه الكلمة بهذا الشكل تكرر. هذا التمرين يحتاج أن تذهبوا أنتم إلى المنزل وتقومون ب يعني حل التمرين، ثم نناقش مع بعضنا البعض. So you need to do this exercise at home. It's a homework. You need to write these words. حل الكلمات التي أمامك واكتب حروف كل كلمة حسب حركة الحرف وشكله بالنسبة لموقعه في الكلمة مستعينا بالمثال. فأنت الآن تحلل هذه الكلمة، يعني كيف انكتب الحرف منفصل، حرف السين منفصل هنا، ثم حرف الحاء منفصل، ثم الباء منفصل. So you need to analyze these words, like you know each letter how it's written, then you separate them, you link them together, write them together. So this is the exercise. Also this exercise you need to do it at home. Sit down, try to look at the word, write them as letters, then write them separately or connected, attached to each other. فاهمين الدرس؟ You understand? طيب هذا المطلوب منكم، ستذهبون إلى المنزل وتقومون بحل هذا التمرين. وأيضا ننتقل إلى هذا التمرين، اقرأ الكلمات الآتية ثم اكتبها مع مراعاة التشكيل المناسب وشكل الحرف حسب موقعه في الكلمة.
أيضا سوف نقوم بكتابة هذا التمرين. اقرأ الكلمة، نقرأ الكلمة. We read the word. We read the word. Then we write the word. So here we read it. Then we write it. So it is reading and writing exercise. You need to do it at home. So we will have number one, for example, Sami, can you say it to us? هل بإمكانك أن تحل الكلمة الأولى؟ أكل. 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 يوجد فتحة في الأول ثم الثاني ثم الثالث. إذن بقية التمرين بهذا الشكل. واضح لكم؟ طيب. الآن بنفس الطريقة هذا التمرين. كل ما نمر به الآن هو ليس الدرس وإنما التمارين. ولذلك اختصارا للوقت سوف تقومون بحل هذا التمرين مع بعضكم البعض عندما تعودون إلى المنزل إن شاء الله، ثم نناقش هذا التمرين. أيضا أنت عندك الكلمات مفصولة عن بعض البعض، أنت سوف تكتب هذه الكلمة كلمة واحدة. So these letters يعني written separate, you need to write them as one word. So this is the main goal of this exercise. إذن هذا التمرين هو يغطي كل ما شرحناه سابقا. طيب، وبهذا الشكل نكون انتهينا من هذا الدرس. فإذا لم يكن لديكم أي سؤال، هل لديكم من أسئلة؟ طيب، أنا أقول شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي. لديكم الكثير من الواجبات، سنلتقي إن شاء الله ونناقش ما تم إعطاؤكم من واجب، ونقوم بحل هذا التمرين مع بعضنا البعض. حتى نلقاكم، شكرا جزيلا. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.